أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إيكو على قناة تلفزة تي في. موضوعنا اليوم موضوع عنده أهمية كبيرة لأنه يتعلق بمستقبل بلادنا وخاصة مستقبل الأجيال القادمة. موضوع حلقة اليوم باش يكون ارتفاع حجم المديونية وتأثيره على الاقتصاد الوطني. نستقبله باش نناقشوا في الموضوع هذا السيد والدكتور محمد الضريف، عضو المكتب التنفيذي لحزب أفاق تونس، والأستاذ وعضو مجلس نواب الشعب السيد فتحي الشامخي. مرحبا بكم. شكرا. نبداو الحوار VTR. اول VTR هذا باش نشوفوا فيه احصائيات وتطور موارد ميزانيه الدوله من سنه 2010 الى سنه 2015. نتفضلوا مع بعضنا نشوفوا VTR. تصنف مداخيل ميزانية الدولة إلى ثلاثة أصناف: مداخيل جبائية ومداخيل غير جبائية ومداخيل الاقتراض، حيث تمثل الموارد الجبائية 66% من جملة موارد ميزانية الدولة، وتمثل الموارد الغير جبائية 9.5% من الميزانية، في حين تمثل مداخيل الاقتراض نسبة تقدر ب 24.2%. في الوقت اللي مثل الصنفين الأول والثاني مداخيل ذاتية للدولة، يمكن تصنيف النوع الثالث من المداخيل بأنها موارد تضطر الدولة للاعتماد عليها في صورة عجزها على تزيد كامل نفقاتها. بالنسبة للموارد الجبائية فهي في نسق تصاعدي، حيث بلغت نسبة الضرائب المباشرة 7.868 مليون دينار. في المقابل بلغت قيمة الضرائب الغير مباشرة 10.642 مليون دينار، وكان المجموع 18.510 مليون دينار. أما الموارد الغير جبائية فعرفت ارتفاع قياسي يرجع أساساً للتفويت في بعض الأملاك العمومية، واللي بلغت نسبته 2.642 مليون دينار. أما فيما يتعلق بتطور موارد الاقتراض، فنجم نستنتج أنه فما ارتفاع غير مسبوق في حجم القروض الداخلية اللي بلغت نسبتها 1.134 مليون دينار. أما بالنسبة للاقتراض الخارجي فبلغت نسبته 5.214 مليون دينار، وكان المجموع 6.748 مليون دينار. نرجع للبلاتو بعد ما شفنا VTR الأول. نبدأ معك دكتور، شنو تعليقك على توزيع معناتها موارد ميزانية الدولة؟ أولاً الساعة كانت تسمح لي نحب نقول لك اللي أنا عضو مجلس وطني في أفاق، ما عندناش مجلس تنفيذي، مجلس أنا عضو وطني. وأنا منسق من منسقين ثلاثة في المخبر الاقتصادي والاجتماعي. يعطيك صح. الأرقام اللي جاءوا في التقرير متاعك أرقام صحيحة. حبيت نشير أنه الموارد حسب قانون الميزانية تم تفصيلها إلى زوز موارد، اللي هما الموارد الذاتية وموارد الاقتراض والخزينة. بالنسبة للموارد الذاتية هي أساساً متأتية من الجباية، والموارد اللي من الجباية هي 18.540 مليار مليم تونسي. المداخيل هذه باش ترتفع، وعكس ما يتصوروا الناس هي انخفضت في الفترة 2014-15 كانت في 18.581 مليار، ثم هبطت شوية حتى 18.510، ولكن ستشهد ارتفاع نسبي حيث ستكون في مستوى 20.600 مليار بالنسبة للقانون المالية ل 2016. بالنسبة لموارد الاقتراض الرقم تاعكم صحيح، وموارد الاقتراض هذه تجعل الحجم تاع الاقتراض اللي هو المهم مش قداش، لأنه قال أنه غير مسبوقة، لا هي حقيقة كان شوفوا ثم سنوات كانت النسبة أرفع من النسبة اللي موجودة اليوم اللي هي 53.4% من حجم الدخل القومي الخام لو بي بي التونسي 53.4. منذ تشكيل الحكومة الحالية مرينا بعدة مراحل. المرحلة الأولى كانت صياغة الوثيقة التوجيهية، الوثيقة التوجيهية اللي تم صياغتها من الحكومة وتم التوافق حولها من جميع الأطراف المكونة للحكومة الحالية. وفي الوثيقة التوجيهية في التشخيص تم التطرق إلى المديونية من بصفة عامة، وفي الأهداف وفي الرؤية وفي المحاور كيف في الرؤية المستقبلية للمديونية وكيف يكون التعامل معها. حبيت نقول أنه في التقرير متاعك ورد أنه المديونية وصلت إلى درجة غير مسبوقة، هذا مش صحيح، لأنه الأصل هو النسبة
نتاع المديونية حسب الدخل القومي الخام. ونشوفوا أنه تنرجعوا كانت تسمح بعد نشوفوا أن سمحني سي محمد عندنا عنصر هو باش نخصوه للمديونية أما إحنا في العنصر هذا نحب نشوفوا توزيع الموارد الدولة معناها بصفة عامة الموارد توزيعها هو فرضته القدرة والضغط الجبائي على المواطنين لأنه لما تكون عندك ميزانية وقانون مالية أنت تحط شنية الموارد ولما الجباية الموارد الذاتية ما تسمح لكش باش تقفل الميزانية متاعك فأنت تلتجي إلى طرق أخرى وهذا مش خاص بتونس باش يفهمونا المشاهدين يعني في أغلب دول العالم الدول تلتجي إلى المديونية وباش نشوفوا شنو حجم المديونية والنسب متاعها ثم شنية طريقة استعمال هالمديونية هذه وفين استعمالها يعطيك صحة سي محمد نجيك سي فتحي تعليقك معناتها كما شفنا مع الدكتور محمد معناتها تعليقك على توزيع موارد الدولة وموارد الميزانية اللي قدمنا فيها VTR معناتها وتطورها من سنة 2010 حتى القانون المالية التكميلي لسنة 2015 شكرا نتفاعل مع VTR المهمة اللي قدمته يوضح ديجا فيه يعني أرقام واضحة وجلية للسادة المشاهدين نحب نعمل معنا ملاحظات سريعة أولا فيما يخص حجم الميزانية الميزانية الساعة هي حاجة هامة جدا يعني تعكس سياسة الدولة خطر من خلالها الدولة يعني تجيب موارد وتوظف الموارد هذه تعكس سياسة الدولة وش يكون أكثر معناها واضح تعكس سياسة الحزب الحاكم ولا الأحزاب الحاكم في المجالات كل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها هذه مهمة عندها بعد سياسي تعطينا فكرة معناها توجهات السياسية متاع الحزب الحاكم شنية أولويات إلى آخره ثم الميزانية عندها قيمة اقتصادية كبيرة برشا احنا الميزانية متاع 2016 في حدود تقريبا 30 مليار دينار تمثل تقريبا ثلث الناتج الخام الوطني معناها ثلث شيفر دافير نتاع البلاد الكل ولذا عندها وقع كبير برشا برشا نهتم بالميزانية لأنها تأثر في حياة البلاد هذه الملاحظة الأولى أما فقط نضيف أنه الحجم نتاع الميزانية بالسعر الحقيقي يعني وقت اللي نحيو نتيجة التضخم نلقاو الميزانية هذه الحجم نتاعها نقص بالمقارنة مع 2014 دونك معناها وراو قلنا التأثير على الاقتصاد هذا عنده انعكاس حسب رأيي أنا سلبي بعد في هيكلة الموارد الدولة تعبئ الموارد متاحة أولا من الموارد الذاتية اللي خصوص بخوبخ ومن بعد من موارد اقتراض ما هيش مداخيلة موارد اقتراض بالنسبة المداخيل سمحني سي فتحي معناتها المداخيل هي الذاتية هي اللي جابتها الدولة ما يتسموش مداخيل خطر الاقتراض ما بطبيعة الحال هو مورد خارجي عمره هو مورد اقتراض غسوخ دونبخان دونك الموارد هيكلة الموارد عندنا الذاتي ثم كما يكفيش الذاتي نلتجأ إلى الاقتراض والعلاقة بين الموارد الذاتية والموارد موارد الاقتراض تعطينا فكرة على قدرة الدولة على أنها بنفسها يعني توفر ما يلزمها تلبي حاجيات ونلاحظوا في المستوى ذي أنه فما تراجع تدهور في قدرة الدولة المالية على معناها تخطيط مصاريف الميزانية بالمقارنة نقارنوا بالوضعية اللي كانت في 2010 تسمح لي في الحال ملاحظة ثالثة في الموارد الذاتية فما الموارد الجبائية والموارد غير الجبائية هذا في نفس الوقت احنا ما عندناش برشا وقت ما مش موافقه للسادة المشاهدين انه الملاحظه المهمه لهنا في الموارد الغير جبائيه اللي قاعده تنقص برشا برشا الموارد الجبائيه المقدره في كما وضحتوها في الفي تي ار مقدره ل 2016 اكثر شويه من 2000 مليون دينار وقاعده اون شوت ليبر هذه مؤشر حسب رأي ماهوش به علاش خاطر الدولة كطرف اقتصادي عندها موارد عندها أنشطة عندها تدخل وهذايا التراجع هذايا قاعد يعكس حاجة أنه الدولة ما عادش تعمل في الاقتصاد
كفاعل اقتصادي قاعدة تتقلص برش. صحيح فما المنشآت العمومية إلى آخره، أما بالنسبة للدولة سفتح سمحني حتى كان باش نقاطعك، الموارد الغير جبائية شنية هي السوتيتر اللي فيها بالضبط معك؟ أي الموارد الغير جبائية، فما مثلا المساهمات، من أهم المساهمات مثلا ما تقوم به البنك المركزي يتصرف في فلوس، يخدم فلوس بعبارة أخرى، ويصور دخل فلوس في ميزانية الدولة، يدخل في فلوس نلقاوه اللي معناها تقريبا 160 مليار بالنسبة ل 2016 160. أما هاو نعطيك ملاحظة مهمة، مثلا فما ليتا المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الموارد نتاعها نقصت برشا، من 275 من 275 اللي كانت مقدرة في 2015 نلقاوها في 2016 96 مليار فقط. فما ولكن كنت تسمح لي التقلص نتاع الموارد هذية نتاع الإتاب ماهيش ناتجة على سياسة الدولة، هي ناتجة على أنه الإنتاج البترولي هو في تقلص، حجم الإنتاج حجم الإنتاج بتاعه. وسعر البترول يعني باش نعطيك أنا يعني تبنات الفرضيات هذية نتاع ميزانية 2016 على معدل سعر البرميل ب 56 دولار وقت اللي كان في 2014 99 دولار، ثم سعر الصرف اللي هو مر من 1.701 إلى 1.9 وثم موارد أخرى غير جبائية تنطرقولها، يعني الدولة زادة ماهيش ما عندهاش عصا سحرية باش تخلق الأموال. واضح سي محمد، خلي سي فتحي يواصل التبويب. تفضل سي فتحي. سي محمد ما تحطش روحك في موقع دفاع، je ne fais que constater. وموافق وبارك الله فيك. قاعد نلاحظ في اشياء. أي. قلت انه الموارد الذاتيه خلينا معناتها نعملوا قراءه صفات في نوصف في القراءه في الموارد تاعنا. قاعده تتقلص، قلت لك الموارد الذاتيه دونك المساهمات كما المؤسسه التونسيه للانشطه البتروليه، الدوله زادت تقبض فلوس بعنوان النفط والغاز من الشركات البتروليه، تتلقى هبات خارجيه، الدولة كيف تقرض مؤسسة متاع قرض تقرض تسلف إلى آخره، ومداخيل متنوعة، هذه دونك مجموعة المداخيل غير الجبائية اللي كما قلت لك قاعدة تتقلص في تراجع. أي قاعدة تتقلص به. والحاجة الآن الثالثة اللي الرابعة اللي نحب نحكي عليها هي مسألة الاقتراض. كما قلت لك نسبة الاقتراض من الميزانية الكل مقدرة في 2016 باش تكون في حدود 26%، معناها وقتين قارنوها ب 2010 نلقاوها ارتفعت برشا، كانت في حدود اعتقد 18%، لكن تقلصت شوية بالمقارنة مع 2013 ولا 2012. هذه اجمالا الملاحظات فيما يخص معناها هيكلة الميزانية والموارد. أما كما قلت لك يبقى المسألة الأساسية وأنهي بها هو أنه الميزانية مهمة جدا للاقتصاد، تعكس سياسة الحكومة، قراءتها وتفصيلها مهم جدا. أما أنه حسب رأيي ورأي الجبهة الشعبية يعني الميزانية هذه ما هيش قاعدة تلعب في الدور اللي يلزم تلعبه لتنشيط الاقتصاد. نعدي لك السؤال بصفة مباشرة سي محمد، هل أنه الميزانية كما يشوفوا معناتها في الجبهة الشعبية ماهيش قاعدة تقوم بدورها معناتها في تنشيط الاقتصاد وفي دفع الاستثمار؟ شوف احنا من الثورة مرينا بمراحل متوالية، أولا من الثورة حتى للحظة هذه ما كانش عندنا رؤية واضحة، ونلاحظ وماهوش موقف لا دفاع ولا هجوم، بالعكس هو قراءة كيف قراءة تحاول تكون أكبر قدر ممكن من الموضوعية. ما كانش عندنا مخطط، ما كانش عندنا رؤية، ما كانش عندنا وضوح، والمراحل اللي مرينا بها ما زلنا كي تعقدت شوية لأنه نضاف عليها الإرهاب، ثم حاولنا الحكومات الماضية حاولت شراء، وأنا ما أقول الشراء عادة نقول كراء السلم الاجتماعية. وكيفاش حاولت شراء السلم الاجتماعية؟ أنه حافظت على نسبة من الاستقرار الاجتماعي. واليوم سمحني دكتور احنا نحكيه على الموارد، معناتها على الدولة هي عندها الآليات متاعها باش تلم الموارد معناتها للميزانية، احنا ما زلنا ما نحكيوش على معناتها كونها زادت في الأجور ولا معناتها ذيك في النفقات.
لكن الدولة كما كان يحكي سي فتحي معناتها من دورها عندها مداخل جبائية، عندها مداخل المداخل الأخرى، معناتها هل أن الدولة والأحزاب السياسية الحاكمة قامت بدورها في معناتها لم الموارد معناتها و أنا نتصور أنه في المرحلة السابقة ما كانش ثم نجاعة في لمان الموارد وخاصة من ناحية الجبائية وغير الجبائية. رغم كونه سي محمد سامحني قاطعتك معناتها، رغم أنه المداخل الجبائية في تطور حسب مارينا معناتها في تطور. مش كبير برشا، ولكن الضغط الجبائي في تونس ثم غياب عدالة وثم غياب هيكلي ثم إصلاح هيكلي وقاعد يقوم توا، والأخ هو نايب يعرف اللي ثم إصلاح جبائي قاعد يصير، وهذا باش يخلق ممكن إمكانيات أكبر إلى لما الجبائي. مع هذا نحب ننبهك أنه الضغط الجبائي في تونس هو مرتفع نسبيا، يعني يفوق 82 أو 83% من حجم الميزانية هذه، والممكن أنه في المرحلة القادمة لما يصير الإصلاح الجبائي تتحسن الأمور، وأنا رو نتفق تماما على أنه الحجم هذا قد يبدو ما هوش غير كافي، ولكن المهم أنه الدولة تكون عندها ميزانية واضحة ويكون عندها مخطط واضح وعندها موارد، وإن شاء الله تنجح في تعبئة هالموارد هذه كل، وإذا كان قدرت باش تعبي موارد أخرى وإحنا ما ذكرناش اللي هو الأموال المصادرة في الموارد الغير الجبائية تقلصت، يعني ما هيش حاجة كبيرة. لكن دكتور بالنسبة للموارد الأملاك المصادرة هي حل وقتي، معناتها موش باش تواصل في المستقبل، ولكن إحنا اليوم نحكيه في ميزانية سنة، نحكي في ميزانية تاع 2016. لا بصفة عامة دكتور، بصفة عامة معناتها احنا ننظر للمستقبل كما كنت توري فينا انت بكري في المخطط التوجيهي والبرنامج نتاع معناتها حتى السنة، انتم تنظروا في حزبكم حتى السنة 2020 حسب مريض معناتها. وماذا بينا اكثر؟ خلينا في النظرة تكون اكثر، خلينا في المدى المتوسط. المداخيل الاملاك المصادرة هي حل وقتي حسب ما نشوف، ولكن اليوم هو طرف من مكونات الميزانية، والطرف والحجم هذا ما كانش كبير لعدة أسباب، ولكن أنا نتصور أن الميزانية هذه إذا كان نتصرف فيها كما ينبغي مواردًا و يعني صرف باش تكون ممكن أنه ننتقل، وما تنساش أنه اعتبرنا أنه باش نمروا من نسبة نمو تكاد تكون سلبية 2015 إلى نسبة نمو متوقعة السنة هذه ب 2.5%. سنة 2016 نسبة النمو المتوقعة 2.5، ولو انه طرح برشا تساؤلات معناتها النسبه هذه، هل انه ممكن معناتها باش ننتقلوا من نسبه سلبيه لنسبه 2.5%؟ هو طموح طموح ان شاء الله. سي فتحي معناتها ثماش حلول لتعبئه مزيد من الموارد؟ معناتها انت كما نشوفوك معناتها ديما تحكي في الاقتصاد ومعناتها مختص في الشان هذايا، وانتم كجبهه شعبيه عندكم مش بدائل معناتها لم اكثر موارد معناتها الميزانيه الدوله؟ انا قلت ان الحجم نتاع الميزانية في حد ذاتها كأداة أساسية لتنشيط الاقتصاد يعني ما هيش في المستوى المرجو، وأكثر من هذا أنه طريقة تعبئة الموارد في جزء مهم يعني هي بنفسها ما تساهمش في تنشيط الاقتصاد كما يلزم، وخاصة السوق المحلية. وقت اللي معناها نقرأ بالتفصيل الموارد الجبائية نلقاو جزء كبير برشا من الموارد مسلط على الاستهلاك، يعني مثلا أهم مورد جبائي هو الأداء على القيمة المضافة، هو أهم شيء. يعني أنت وقت اللي تجبد الموارد متاعك بالأساس من الاستهلاك يعني تعيق إلى حد ما الاستهلاك اللي هو معناها محرك النشاط الاقتصادي. هذه فما تناقض، معنى كيفاش نجم تنشط الاقتصاد؟ صحيح نعرف أنا نعرف اللي المراهنة هي على السوق الخارجية على التصدير، لكن في انتظار التصدير إذا كان يبدأ التصدير موجود ويخدم إلى آخره معناها لما لا، حتى وإن كان عندي ملاحظات لهنا، أما في انتظار ذلك كيفاش نجم تنشط الاقتصاد والسوق المحلية؟ قلت لك في الميزانية هذه معناها ما هيش قائمة بدورها. توا هل فما إمكانيات أخرى؟ احنا عنا عنوان كبير برشا، بما ان اهم الموارد متمثله في الجبايه عنا مشكله كبيره برشا من كل ما ينجم يدخل في خانه الجريمه الجبائيه، تهرب الجبائيه، معناها الجبايه في حد ذاتها من غير ما نحكي على طبعها العادل او غير العادل، اما فما
يعني خزان كبير بوتنسيال كبير برشا. هذا في عالم الجريمة التهرب الجبائي الواجب الجبائي إلى آخره. دونك لهنا نواجه فيه بما يسمى الإصلاح، إصلاح المنظومة الجبائية. ولذا وقت اللي راو في الميزانية متاع 2016 يعني ما فماش أمور جدية في الكلام. أنا متفق أنه الكلام والخطابات زينة وممتازة. شنو مقترحكم سي فتحي؟ معناتها شنو مقترحكم؟ كي نشوفوا في الميزانية 2016 ما قلت لك يتعكس مدى خطر في القول، في القول وفي النوايا يعني نجم يكونوا سخيين سخيين برش. أما نشوفوا في الأفعال في الفعل شنو في معناها. نلقاو في مثلا ميزانية 2016 فما ضغط معناها مضاعف على الأجور أو المداخيل بصفة عامة، في حين أنه مثلا الأرباح مش تخف. فما عموما الشركات غير البترولية مش ينخفض، ولهنا سي محمد مش يقول لي فما الظرف الاقتصادي لأنه معناه أسعار البترول هابطة إلى آخره. أما ملاحظة أنه النسب، أنت تحكي على الضغط الجبائي على الأرباح الشركات البترولية معناها مساهمتها مش تنقص. الشركات الغير البترولية الشركات الأخرى يعني المساهمة متاعها متواضعة وقت اللي نقارنوها بالمساهمة الإضافية اللي باش تتسلط على المداخيل بصفة عامة مرتبات وأجور. ألور تقول لي شنو الحل؟ هو الحل السهل هو الاقتراض. أنا نأكد لك لو كان جات السوق المالية يعني درجة المغامرة متاعها أقوى من الشيء الموجود الآن، راهو معناها كانت وضعيتنا في التدين الخارجي أقوى برشا من الآن. الآن الحاجة الوحيدة اللي شادة جنون التدين المفرط مش معناها الحذر منا احنا، هو الصعوبة في الدخول للأسواق المالية خاصة. معناتها تقول أنت لكان جات إمكانية الدولة باش تدخل للأسواق العالمية لو كان نسبة الاقتراض أكثر، كان فما مغامرين مضاربين ومؤسسات مالية يعني مستعدة أنها تغامر مع تونس تقرضنا. أنا أكد لك اللي رأي كانت وضعيتنا أكثر معناها كارثية أكثر من الوضعية الحالية. ودليلي على ذلك أنه إحنا تقريبا في الخمس سنين الاخرانيين ما خرجناش حتى مره للسوق الماليه، السوق الماليه الا مره واحده في جان في 2015 اكل قرض نتاع المليار دولار. اما عدا ذلك وعندنا مده طويله داير عندنا اكثر من 10 سنين ما عادش ندخل للسوق الماليه. المرات القليله اللي دخلنا مرتين بضمان امريكي ومره بضمان ياباني، وتوا تعرف انه فما مطروح انه ضمان ثالث امريكي. حبيت نقول لك فقط انه موارد الاقتراض هي الحل الساهل لكن الخطير. الحل الصعيب بالحق واللي يطلب مجهود هو كما قلت لك أنه في الجباية في الجريمة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وكذا اللي حسب رأيي أنا ما فيهوش جدية في تفضل سي محمد. أنا نشكر سي محمد، أنا نشكر صديقي لأنه تنبأ حتى شنو باش نقول أنا وشنو نفكر، دليل اللي احنا متفقين. ممكن انا نحب نقول انه هو مش صحيح انه لو كان عندنا قدره باش نمشيو اكثر للاسواق، لانه احنا اخترنا نظام يعبر عليه بجو اند ستوب، وهذا الاختيار قديم ماهوش جديد ماهوش مع الحكومه هذه. اش معناتها؟ يعني احنا اخترنا انه يكون حجم التدين ما يعديش نسبه معينه من الدخل الخام. ولكن هيك نكونوا صراحه مع بعض، مثلا خلينا نكونوا واقعيين، عندكم نسبه معينه ما تجاوزوهاش؟ هو الدول اللي كيف نحن اختاروا هذايا جو اند ستوب عاده ما يتعداوش 60%. ولكن نحب ننبه احنا تو خدنا 50%، احنا في 53%، احنا مازال يعني عندنا شويه البتيت مارج. ان شاء الله ما نوصلهاش، ولا ان شاء الله اذا كان نوصلوا لها تكون على اسس باش نحكيوا فيها من بعد كان تسمع. اللي نحب ننبه ليه هو انه التجربه التونسيه هي تجربه عاديه جدا. هات نشوفوا التجارب المقارنه كان تسمع. سي محمد تفضل، خلينا نشوفوا في تقرير مصور راي بعض رجال السياسه وبعض نواب الشعب في سياسة الاقتراض اللي اتبعها الدولة، وتو نرجع لك نشوفوا التجارب المقارنة. بارك الله فيك، نستسمحك أنك ترجعني باش نشوفوا لأنه مهم برشا التجارب المقارنة. بارك الله فيك. نشوفوا مع بعضنا الفيتيار الثاني اللي من خلاله نشوفوا رأي معناتها بعض نواب الشعب في سياسة الاقتراض وفي ارتفاع حجم المديونية. تفضل. مش
مشروع التدقيق في مشكل المديونية هو المقترح اللي تقدموا به 24 نائب في مجلس نواب الشعب. وبالرغم من محاولات الدولة في تعديل الأوضاع هذه وسط عثارات أمنية وسياسية واقتصادية، فإنه بعض الخبراء يروا أن الوضع هذا ما يبشرش بالخير ويعتبر عائق كبير أمام تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد. حالة هذه معناها وقتش يكون ماهيش اختيار، وقت اللي يكون معناها مستوى المديونية هذية متبوع بخلق الثروة، تكون فيه المديونية عندها يعني المفعول الإيجابي في أنها تخلق الثروة، وفي أنه وقت اللي نحطه نحن مثلا مليون دينار نلقاه زوز مليون دينار وإلا نلقاه مليون وحاجة أخرى، لكن وقت اللي يكون هذا الاستهلاك يكون نحطه مليون وما نلقاه حد شيء ولا نلقاه أقل منه، فإنه يكون معناها مفعول المديونية مفعول سيء ومضر بالاقتصاد ومضر بمعناها مستقبل أجيالنا معناها القادمة. نحن نعتبره أنه نسبة الوصولات الآن تقريب 54% متوقعة في 2016، هذا مستوى عالي وعالي جدا. نحب تكون عندنا مخزون واحتياطي من العملة الصعبة المتأتي من الدور الاقتصادي الحقيقية مش متأتي من القروض. ركود اقتصادي، موارد مالية محدودة، وسوء تصرف في أملاك ميزانية الدولة هي عوامل خليت بلدنا تدخل في مسار المديونية. المشكلة مش في نسبة المديونية، المشكلة في قاعدين نعملوا بالفلوس اللي نسلفوا فيها. المشكلة أنه خلال السنة اللي فاتت جزء كبير من الديون اللي ناخذوا فيهم تاخذ فيهم الدولة تاخذ فيهم مش للاستثمار، يعني مش في عبد كان عبد ياخذ كريدي باش يعمل مشروع باش يخلق ثروة، مش ياخذ كريدي باش يصرفوا على أولاده. أنا للأسف جزء كبير من القروض اللي تاخذ السنوات اللي فاتت تاخذ فيها الاستهلاك ماشي خلاص أجور الموظفين، وهذا بالطبع شيء خطير لأنه القروض هذه هي نفسها بتولي عائل على الدولة. في تونس للأسف الشديد بعد الثورة يعني هناك ارتفاع كبير للنفقات، نفقات الدعم، نفقات الأجور، يعني نفقات التسيير بصفة عامة ارتفعت، وفي المقابل مواردنا تراجعت، سواء كان مواردنا المتأتية من يعني المؤسسات العمومية أو أيضا موارد الدولة الجبائية. إذن في الوضع هذا طبيعي جدا الفارق بين الموارد والنفقات يقع يعني تلبيته باللجوء للتدين، سواء كان التدين الداخلي أو التدين الخارجي. المديونية التونسية في أكثر من الثلثين هي بالعملة الصعبة، وهذا يختل كبير يعني في صورة تراجع قيمة الدينار أهم أمام العملات الأخرى، في أن خدمة الدين ترتفع، وعندما ترتفع خدمة الدين هذا من شأنه أنه يؤدي إلى مزيد من المتاعب على مستوى المالية العمومي. يبدو أن الاقتصاد التونسي ما عندوش قدرة كبيرة في التأقلم مع الظروف الصعبة، وهذا قد يدفع الحكومة لإعادة النظر في سياستها المالية والاقتصادية، وبالتالي لابد من اتخاذ حلول جذرية ووضع حد للنزيف هذا. نرجع لك سي محمد، بعد ما شفنا الفيتير كنت باش تعطينا فكرة على بعض التجارب المقارنة في موضوع المديونية. قبل ما نعطيك الفكرة هذه نحب نقول أنه النواب اللي قالوه الكل واقعي وموضوعي، ولكن ما يطرحش رؤية شجاعة ورؤية حقيقية لكيفية التعامل مع الوضع هذا اللي يبدو أنه خطير، ولكن هو خطير لأسباب أخرى مش للنسبة وللحجم تاع المديونية. أنا باش نعطي للسادة المشاهدين بعض أرقام ونسب المديونية لبعض الدول اللي احنا كراوها ننبهروا برشا. وأول دولة وغريب جدا أنه أول دولة تتحمل هالمديونية هذه هي اليابان ونعطيتكم المقارنة. أيه؟ حجم المديونية في اليابان ونسبتها 226% من الدخل القومي الخام. 226% مرتين حجم البي بي، مرتين وربع. ولكن شنو اللي يختلف؟ أنه في اليابان ثم قوة في الادخار، قوة ادخار اللي هي مفقودة تماما في تونس. اليوم التونسي في الفترة اللي تعديت أرى أنه مستوى المعيشة متاعه انخفض، أرى أنه قدرته على الادخار تكاد تكون اضمحلت، ورى أنه هو كما ثم مديونية وطنية ثم مديونية ذاتية. لكن سمحني سي محمد، تلومه على المواطن معناته على نقص الادخار؟ بالعكس، المواطن هو ضحية. أنا مش اللوم عليه يقول ضحية، يعني إذا كان هو ما عندوش موارد كبيرة ما ينجمش يعمل ادخار، يولي هو بيده متداين. والمشكل اليوم
باش نكونوا واضحين. أنا باش نواصل بسرعة بسرعة, بسرعة. يعني نشوفوا أنه دولة اللي تغرينا برشا اللي هي اللي هي سنغافورة. سنغافورة كان نشوفوا الرتبة متاع سنغافورة كانت تسمح لي يعني ممكن حجم التدين متاعها يفوق 140%, ولكن الدين في سنغافورة تم استعماله لخلق الثروة, وخلق الثروة هو الأساس. وبعض النواب مشكورين قالوا احنا المشكل مش انه ندينوا, انه ندينوا وثم سوء استعمال للدين الخارجي. والدين ينجم يكون خارجي وداخلي, والدين الداخلي ما ينجم يجي الا من موارد ذاتية, موارد الادخار. ولذا انا اقول اليوم اللي اهم من حجم الدين هو استغلال الدين, اين سيتم استعمال هالدين هذا. يعطيك الصحة سي محمد. نجيك سي فتحي توا. سي محمد حسب معناتها ما كان يحكينا يقول لك كونه معناتها ماهيش مشكله النسب هذيا 50 100 حتى 150%, حتى اليابان معناتها يقارن بدول معناتها نتمناو نكونوا كيفها اقتصاديا. يقول لك ما يسالش ما نجموا نخلطوا حتى النسب كبيره في التداين, لكن المهم هو كيفاش نصرفوه الموارد اللي ندينوه. معقول تسمح لي فيما خوك بكري قلت كان جات تونس قادرة, الحكومة قادرة باش تقترض أكثر من هكا راهي اقترضت. نعطيك دليل قاطع في الحكاية هذه. سي سليم شاكر وزير المالية جا بحذانا نهار السبت الصباح في لجنة المالية به, وهو أولا عبر على معناها القلق متاعه حول هالوضعية متاع التداين وحجم المديونية الأخير, ثم قال حاجة مهمة جدا ترجم لك معناها الشيء اللي قلت لك عليه أنا. قال نتمنى وإحنا نطالبوا كنا معناها من 2011 بمخطط مارشال لتونس, قال 25 مليار دولار, يعني 5 مليار دولار في العام. بطبيعة الحال هذوما اقتراض, خاطر ماناش في عالم اللي باش يعطيك 5 مليار دولار لله في سبيل الله, اقتراض به. اش معناها هذا؟ إحنا السنة الاقتراض فوق شوية 6 مليار دينار. الخمسة مليار دولار هذوما يفوتوا شوية العشرة مليار دولار. تشوف أنه يعني وزير المالية من ناحية يقول وضع الاقتراض ولا معناها مقلق وراه مش باهي, ومن بعد يقول لك والله خمسة مليار دولار تو نخرجوا من الوضعية إلى آخر به. هذا حبيت نوريك اللي تو الآن في المديونية. المديونية فيها حسب رأي زوز مستويات. فما النظري أنه الفلوس الديون في حد ذاتها كي يقع حسن استعمالها حسن استعمالها إلى آخره, بطبيعة الحال هذه آلية عادية في الاقتصاد اليوم العالمي والتونسي إلى آخره. هذا موضوع به. الآن نشوفوا المديونية متاعنا يعني الخصوصية, خطر كي تحكي معايا في المديونية بصفة عامة نقول لك ما عندي حتى مشكل, لكن احنا نحكيه على المديونية متاع تونس. المديونية متاع تونس العملية الفعلية فما جانب مهم برشا هو أنه إحنا ورثنا حجم تاع مديونية كبير من العهد السابق به, والديون هذية يعني ديون فاسدة كريهة إلى آخره. فما مشكل قبل لا سمحني أستاذنا إيش تقصد بالديون الكريهة هذه؟ العبارة شفناها معناتها في برشا مواقع وبرشا هذه نظرية بلاس. نظرية القاضي اسمه زاك في منتصف في بداية القرن العشرين. المهم نظرية طلعت, والنظرية هذه معناها تطورت فيما بعد وانتشرت وبرشا تجارب تعملوا. يقول هو السيد هذا في تعريفه شنو الدين الكريه, يقول وقت اللي يبدأ نظام استبدادي ديكتاتوري مهما كان كما اللي كان عندنا استعمار ولا نظام ديكتاتوري إلى آخره هو اللي يقترض. والحاجة الثانية أنه الشعب اللي خاضع لك الاستبداد هذاك ولك السلطة هذيك ما استفادش من القروض هذه. احنا نعرفوا اللي في تونس يعني البطالة والفقر والتهميش مما تفعل البلاد إلى الثورة, هذا دليل أنه ما استفادش البلاد. والحاجة الثالثة يقول لك اللي سلف هك الديكتاتور هذاك يعني بالتأكيد يعرف لشكون قاعد يسلف, وحتى كان ما يعرف حمل مسؤوليته قادر باش يعرف إلى آخره. هذا يقول الديون كاري. احنا عنا بما أن عنا إحنا مسار متاع عدالة انتقالية إلى آخره, عنا دونك مشكلة لهنا. هذا جانب مهم قلتك فيما يخص الديون متاعك. الآن توا الفعلي العملي بعد الثورة تسلفنا برشا فلوس, برشا برشا فلوس معناها غير مسبوق.
سأل سؤال السي بن غربية النائب أيه؟ قال اش قاعدين المهم نعرفوا اش قاعدين نعملوا. هذا السؤال كنا باش نطرحوه معناتها لما كان تسمح قبل حبيت نقول أنه قبلنا نظرية بنظرية قبلنا نظرية استعمال الديون بالديون الكريهة والأخ قال أنها هي نظرية والديون الكريهة ماذا بيه كان نرجع عن بعض نعطي رأيي فيها بارك الله فيه محمد. هو قلت لك احنا في الجانب العملي الفعلي ايش قاعدين نعملوا بالفلوس تسمح لي نقول لك من 2011 ل 2016 حسب التوقعات يعني مش نكونوا اقترضنا فلوس جديدة معناها أكثر من 36 ألف مليون دينار ونكونوا رجعنا كل عام نتسلفوا ونرجعوا ديون قديمة ألوغ رجعنا 27,652 مليون دينار اش نلقاو؟ نلقاو أنه 75.6% من الفلوس اللي تسلفناهم رجعناهم في شكل خدمة الدين معناها ديون قديم به تو كلامي واضح نقول ثلاثة أرباع أو نقولها بالفرنسوية لي تخوا كار متاع الفلوس اللي اقترضناهم وين مشاو؟ مشاو لتسديد ديون سابقة معناها سامحني سي فتحي ناخذوا في كريديات باش نخلصوا الكريديات القديمة بالضبط أنا عطيتك معناها بالميزان الذهب قلت لك 75.6% اسكو الكلام هذا واضح ولا لا؟ إلي تخي كلير واضح برشا أنه ثلاثة أرباع الفلوس اللي تسلفناها 2011 12 13 14 15 والمبرمجه 2016 ثلاثه ارباع مشاو لتسديد الدين ومع ذلك كل من تحط له الميكرو قدامه وتقول له وين مشات الفلوس يقول لك وين مشات الفلوس مشات للسلك مشات للاجور الى اخره همش نعطيك عينه اخيره كان تسمع من ميزانيه 2016 حسب التوقعات تقول اللي احنا مش نقترضوا العام الجاي 6594 مليون دينار به وين مش يمشي 6594 مليون دينار اللي هو سؤال مهم اي الوغ 5130 مليون دينار منهم مش يمشيوا لتسديد الديون وانا موافق على الرقم هذه اللي هي الديون سي بن علي به دونك وقت اللي نقول الكلام هذا استنادا للارقام الموجوده ها نقولوا وتو تزيد تسمع من جديد كلام من نوع ناخذوا في الديون ونمشيوا نهزوا فيها للاجور نهزوا فيها للدعم نهزوا فيها للاستهلاك اخر حاجه أغزر نفقات الدولة عندها نفقات في 2016 النفقات نتاعها الكل 24 مليار دينار به 24 مليار دينار وهي مواردها الذاتية 22.6 مليار دينار يعني ترى أنه الديفرينسة بين قداش مش تصرف وقداش مش تصور مش كبيرة برشا يعني في حدود 2.4 مليار دينار به 1.4 مليار دينار مع ذلك مش تقترض 6000 كما قلت لك 6594 مليون دينار اش معناها؟ معناها الدولة قاعدة تقترض خاطر يلزمها ما عندها أولا ما عندهاش باش تخلص تقترض باش تخلص يعني تتسلف باش ترجع الديون وتزيد تركب الديون إلى واضح سي فتحي خليني نشوف معك دكتور توا حسب القراءة متاع سي شامخي يقول لك كونها ماهوش التوجه متاعكم وماهيش فكرتكم اللي تمشيوا فيها القروض ناخذوا فيها باش نخلصوا القروض القديمه وفي نفس الوقت كان جات عندكم فرصه انا نحكي كائتلاف حاكم معناتها كان جات عندكم فرصه باش تخرجوا على السوق الخارجيه وكان جاوا لي باير دو فون معناتها ينجموا يعطيوكم اكثر من اللي خذيتوه باش تمشيوا في الشيء هذايا وباش توصلوا حتى ال 25000 مليار حسب ما اسمع انا بكل صراحه مش موافق على الطرح هذا لأنه طرح فيه برشا نظري وفكرة الديون الكريهة وفكرة أنه ناخذوا في الفلوس باش نخلصوا الدين ثم نحب نقول أنه من أسباب الثورة وثم عندنا زوز حاجات مهمة ممكن نتفقوا فيها أنه قد ما نختلفوا على تعريف الثورة وعلى هل هي ثورة أو هل هي غير ثورة قد ما نتفقوا أن مختلفين برشا قد ما نتفقوا على أنه الثورة لم تحقق الأهداف متاعها هات نرجعوا وش كانت أهداف الثورة كانت أهداف الثورة هي الحرية هي الشغل تشغيل وهي الكرامة العيش الكريم وأنا رأى هذا الإشكال ونحب نقول أنه من أسباب الثورة المباشرة وأنا أعطيتك رسم بياني مهم أنه نسبة التدين في السنوات الأخيرة متاع النظام السابق النظام اللي هو كان مبني على التسلط والفساد تسلط والفساد لأنه كانت الأموال تستغل
في بطريقة، ومازال بعض الأشياء كما الاحتكار كما التهريب كما مازالت أمور اللي يمكن يجب معالجتها. رأوا أنه نسبة التدين اللي وصلت 56% أكثر من 53 اللي نحكي فيها اليوم في سنة 2000، واللي كانت وقتها تونس عندها ترقيم جيد والناس تحكي على الميراكل تونيزيان، كانت تفكر باش نحافظوا على الميراكل هذا قدام الناس. هبطنا نسبة التدين، كان تشوفوا قدامك الرسم، في 2008 و2009 وخاصة 2010 وصل إلى حدود 40%. يعني هون يقول التونسي أنا فرحان، الدولة معاش مدينة برشا، ولكن النتائج كان تدهور اجتماعي وتدهور اقتصادي وفقر. وانا نغتنم الفرصة باش نقول لك انه المنوال التنموي الجديد اللي جاء في الوثيقة التوجيهية مبني على امور قد نتفق فيها انا سي محمد. خلينا في التدين، عايشك سي محمد، خلينا في التدين. سامحني، مقارنة من 2010 حتى المشروع قانون المالية لسنة 2016 حجم معناتها التدين يتضاعف 3 ولا 4 مرات، وفي نفس الوقت ما نشوفوش حاجات تغيرت ولا مشاريع كبيرة ولا معناتها فيك. وكما قلت لك معناتها سي الشامخي كان يحكي قالك معناتها لو كان ثم فرصة للطبقة الحاكمة توا كانت تنجم تزيد التدين. مو صحيح، لأنه أولا الساعة الوضع التدهور مش بسبب الحكومة هذه، هو بسبب الحكومات اللي متالية اللي كما قلت لك كان عندها هاجس كبير بشراء. وأنا نعود نقول لك كراء لأنه الكراء ما يدومش، السلم والأمن الاجتماعي، واللي احنا إلى نسبة معينة ما نجحناش فيها. علاش؟ لأنه اليوم الحكومة هذه ترى أنه الدين يستعمل إلى منوال تنموي جديد. احنا سنقطع، والحكومة هذا مقرة العزم أنها تقطع مع المنوال التنموي القديم. واليوم احنا قدام مخطط جديد قاعد يتم صياغته بالتشارك مع الإخوان الكل. وأنا بكل صراحة فرحان أنه الاتحاد العام التونسي للشغل يشارك في اعداد المخطط، وانه احنا سنمر الى منوال تنموي جديد مبني على اسس جديده. وكان ترى انه الشعار بتاع 2016-2020 وماذا بي نقراه هو اراده قويه وفاعله لتحقيق العداله. سي محمد نكمل لك كلمه رشمانة، بتكريس الحوكمه الرشيده لتحقيق العداله والرخاء. سي محمد معناتها أنت تجاوب سي فتحي توا تقول له كونوا الكريديات هذية والقروض اللي تاخذوا فيها من برا باش تواجه للتنمية والجهات المحروم. هذايا الخلاصة اللي فهمت، هذايا اللي بقدرة ربي، وهذايا اللي في العزيمة وفي القرار الجديد أنه سيتم التعامل مع المنوال التنموي، مع استعمال الاستثمارات، مع تعبئة الموارد بطريقة تختلف تماما مع اللي صار إلى حد الآن. يعطيك الصحة. تفضل سي فتحي، عندك تعليق؟ كان تسمح لي. أولا أنا كي قلت راهو وزير المالية، يعني ما نتصورش إنسان عارف بالأمور ومشرف على السياسة المالية بما فيها التدين أكثر من وزير المالية سي سليم شاكر. وقلت أنا في اللجنة المالية بطبيعة الحال بشهادة بحضور يعني عدد كبير من إطارات وزارة المالية وأعضاء مجلس اللجنة المالية، وسي سليم شاكر قال وكرر عدة مرات يعني رغبته وتطلعه إلى أن نعمله 25 مليار دولار اقتراض في الخمس سنين. سمحني سي فتحي، سمحني دقيقة، توا سي محمد كان يحكي قال لك احنا حتى كان وصلنا ل 25 معناتها مليار باش نوجهوها للتنمية وباش ورانا تجارب مقارنة كما سنغافورة كما اليابان. قال لك حجم الديون ما يسالش حتى يفوت حجم البي بي، احنا باش نوجهوها للجهات المحرومة هذه اللي نشوفوا في حالتها. داكورت، أما فقط قاعد نقول مدى رغبة الحل السهل الاقتراض. أوكي تنجم تقول لي معناها مش يجيب لنا الخير والثروة وكل شيء، هذا كان موضوع آخر نحكيه فيه. أما مدى قلت لك رغبة البحث على هالحل السهل ذي، قلت لك استشهدت بحاجة قريبة نهار السبت الصباح، قال بلو مارشال ال 25 مليار اللي وعدونا به في قمة دوفيل في 2011 واللي ما تحققش، كذبوا علينا معناها قالونا باهي نعاون وإلى آخره. قلت لك هذايا معناها الاستعداد هذاك معناها باش نبينك اللي المساله ماهوش قاعد من مخي هكاك. فما كان تسمح حاجه اخرى مهمه، تفضل. ذكر الاخ محمد والدكتور محمد مساله نسبه التدين، هي باش تكون مقدره العام الجاي 53.2 الى اخره. عندي عليها بعض الملاحظات.
احنا النسبه هذه تاخذ في الاعتبار الا القروض متوسطه وطويله المده. يعني ما تدخلش فيها القروض اللي تتسلفها وترجعها بعد شهر بعد شهرين الى اخره. الديون قصيره المده. ده. احنا في تونس عندنا ظاهره تطورت من منتصف التسعينات، هو انه الدوله ولات تلجا اكثر فاكثر بصفه متزايده وخطيره للديون قصيره المده. هذا في نفس الوقت يعكس معناها صعوبات. علاش خطيره؟ معناتها علاش خطيره الاقتراض؟ اولا غاليه برشا، غاليه برشا الكورتير، ثم تخارج على الرقابه الديمقراطيه، ماهيش خاضعه لمراقبه النواب والمجلس. ما تتعدلكمش انتم باش تشوفوها؟ باديتو. ولكن انا ما نعرفش النسبه نتاعها، نطلب من الاخ كان ممكن يقول لنا شنو هي النسبه نتاع القروض هذه قصيره المدى. اولا الساعه مش عاطي النسبه نتاع البنك المركزي اللي يذكرها البنك المركزي. معناتها رسميه. اي رسميه. وبالمناسبه نحب نشكر مصلحة المديونية في البنك المركزي، خاطر البارح ولا قبل البارح حينوا نشروا الأرقام جديدة حتى لآخر ديسمبر 2014، وهذه حاجة باهية خاطر الأرقام كانت تقديمة شوي. يعطيهم الصح. ألور قلت لك في 2014 الديون قصيرة المدة 12741 مليون دينار، 12.4 مليار دينار. شوف هذه في 2014، نعطيك المستوى نتاع الاقتراض العام الجاي بسرعه بالله. سي بسرعه بسرعه هو عشان وقت. الاقتراض العام الجاي 6 مليار، عفوا 5 مليار تسديد خدمه الدين، 5 مليار واللي نقترضوه قروض قصيره 12 مليار. المهم حبيت نقول كي نضيفوا القروض القصيره نطلعوا 67. بالنسبه لليابان فما فرق كبير برشا بين تونس واليابان، انه تونس تقترض بالعمله الاجنبيه، والعمله الاجنبيه كما اسمها صعيبه برشا، عمله صعبه. عندنا مشكله باش نجيبوها، عندنا مشكله باش نجيبوها، والقروض هذه العمله الاجنبيه تجينا برشا شروط سياسيه. انا كان باش نخدم كان كلمه قصيره برشا. نحب نقول انه المهم انه اليوم في صياغه المخطط وفي اعداد المخطط معنا البنك المركزي ومعنا وزاره الماليه، والارقام الكل في متناول الناس اللي قاعده تحضر في المخطط الكل. والاهم واللي احنا باش نمروا لهم بعد هو شنو، ليش تصلح القروض هذه، وهل هناك حل بديل؟ لانه اكبر سؤال انا باش نطرحه على اخويا، واحنا قدام مخاطر كبيره نتاع ارهاب ومتاع فقر ومتاع تهميش ومتاع تدهور القدرة الشرائية للمواطن، شنو الحل البديل، الحل السحري اللي يمكن أن نقدمه للتوانسة ويغنينا على احنا ماذا بينا لو كان عندنا ادخار كبير ويسمح لنا باش نستغناو على الديون الخارجية، يكون جنة وفيها بريكاجي كما يقولوا التوانسة. ولكن في الظرف الحالي بالمعطيات الحالية متاع اليوم، شنو كيفاش نستعملوا الديون، وكيفاش ممكن الديون هذه تجيب لنا ثروة تسمح ببناء منوال تنموي جديد؟ يعطيك الصحة سي محمد، ويعطيك الصحة سي فتحي. نتمنى كون هالدولة معناتها تجد حلول أخرى وتبتعد نوعا ما حسب ما شفنا معناتها في حلقتنا اليوم، كون هذه ضرورة معناتها الاعتماد على الديون خاصة الديون الخارجية اللي عندها معناتها أثار سلبية خاصة على مستقبل أولادنا والأجيال القادمة معناتها. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيكو على قناة تلفزة تي في. إن شاء الله نتقابلوا في الحلقة القادمة في الأسبوع المقبل إن شاء الله.